والآن مع كلمة صاحب ومؤسس فكرة سبورتس إكسبو ومبادرة إكسر رقمك المهندس حازم حمادة، فليتفضل. سبورتس إكسبو، إكسر رقمك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السادة الوزراء والحضور الكريم اللي شرفونا بالمشاركة في افتتاح معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو إكسر رقمك. الرياضة أرقام وتحديات، وكل يوم في تحدي جديد. مش لازم يكون منافسة في بطولة أو تحقيق ميدالية أو مرتبط حتى بسن، ده تحدي مع الذات والقدرات الشخصية اللي احنا بنحاول ننميها، وده أصعب أنواع التحدي وأعظم درجات النجاح والفوز اللي احنا ممكن نحققه. مؤتمر ومعرض سبورتس إكسبو إكسر رقمك بيعبر عن حلم كبير بأن الرياضة ترجع لكل بيت في مصر ويكون ليها مكانها المهم في حياتنا وحياة أولادنا. الرياضة بمعناها الأخلاق النبيل بعيد عن أي تعصب. إحنا حرصنا على تنفيذ معرض ضخم يضم كل المؤسسات الرياضية في مصر وبيضم أحدث الأجهزة والفرص الاستثمارية الرياضية، وما اكتفيناش بكده بس، إحنا عملنا ملاعب كتير داخل القاعات عشان الزوار اللي بيجولنا يقدروا يمارسوا الرياضة اللي هم بيحبوها. أنا بشكر كل الأندية الرياضية الكبرى ورجال الصناعة وأصحاب التوكيلات المصريين اللي شرفونا بمشاركتهم وبيقدموا فرص هائلة لتشجيع أهلنا على ممارسة الرياضة، وبشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كل اللي قدمه للرياضة المصرية من اهتمام وجهد، بداية بالبطولات العالمية اللي أصبح اسم مصر منور فيها، وانتهاء بالألاف من مراكز الشباب والرياضة التي تم تطويرها لتكون البيت الثاني لشباب مصر وأولادهم. وخالص امتناني للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الحاضرين على تبنيهم لمنظومة الرياضة وإيمانهم بأهمية تطويرها ونشرها في المجتمع. وأخيراً أتوجه بشكري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لمعرض سبورتس إكسبو وحرصه على الاهتمام بشباب مصر ورفع قدراتهم وتغيير نمط حياتهم للأفضل من خلال الرياضة. أشكركم. شكراً جزيلاً للمهندس حازم حمادة.